الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق بتقييمنا لهذه الدورة العادية اللي هي دورة ماي، يعني مرت في ظروف يعني عادية، أقول يعني جيدة، هي مرت في ظروف جيدة، كانت فيها ثلاثة ديال الجلسات، وفي إطار يعني التمديد دزنا جلسة ثالثة، جلسة رابعة هي اللي مرت اليوم، وكان فيها واحد العدد كم هائل من النقاط اللي أدرجناها فيها، وهذا كيظهر لي ربما أكبر عدد ديال النقاط على مستوى الجماعات المحلية في المغرب، ربما هو اللي دوزنا في هذه الدورة، ما يحاول تقريبا حوالي 50 نقطة، يعني فيها قضايا متعددة، فيها قضايا عادية، وفيها قضايا مهمة، فيها قضايا استراتيجية. القضايا العادية منها مثلا واحد العدد ديال الهبات، يعني الهبات التي يعني يهبها المستثمرون في إطار لجنة الاستثناء، يعني كنقبلوا هذه الهبات هذه للمدينة. وفيها كذلك موضوع كيتعلق بواحد العدد ديال المرافق ديال الجماعة متعلقة بالأسواق، يعني سواء تعلق بالسوق ديال الإيزيكي ولا السوق ديال الضحى ولا السوق ديال سيدي سمن علي والسوق ديال الحي المحمدي، يعني كلها كانت نقاط فيها إما إعادة نظر في بعض القرارات السابقة، أو يعني تحيينها يعني لتتلائم مع الظروف مع الإمكانيات، يعني تسوية الوضعية في هذه الأسواق. لكن تبع هذا الموضوع ديال الأسواق يعني عن قرب، وبغينا نحلوا هذا المشكل ديال الأسواق، يعني كيف في هذه الفترة هذه الوجيزة يعني حلينا واحد عدد ديال التشكيلات ديال الأسواق، حيت السوق ديال الزكي دخلوا ليه الناس، السوق ديال الضحى كذلك دخلوا ليه الناس، السوق ديال المحاميد كذلك لقينا وقعة فين الناس كيشتغلوا الآن، حنا الآن بصدد بنائه، حنا جايين الأسواق الأخرى إن شاء الله اللي يسدوا صغيرها، يعني أننا غنبداو نشتغلوا عليها إن شاء الله باش نحلوا الإشكالات ديالها الكبرى. هناك مواضيع أخرى مثل مرفق ديال مواقف السيارات اللي عنده علاقة بأفيلمار، يعني الكل يعلم يعني أنه قرار ديالنا ديال الذي ربما كنعتقد بأنه كنا فيه على صواب دائما، يعني هو موضوع ديال الصابو، رفع الموضوع ديال الصابو نهائيا، ويعني استجابة لأحكام القضائية في الموضوع وتجنبا لإهدار المال العام يعني بغير حق، وكذلك لإعادة النظر في هذا الموضوع ديال الشركة ديال أفيلمار، يعني ولا يعني الصلاحيات ديالها وشنو يمكن باقي دير معنا في هذه المدينة. فهذا موضوع كذلك اللي ربما أنا متأكد بأنه يعني الناس كانوا راضين على هذه القرارات، واللي كنعتقد بأنه في المقابل ديالو أننا كنشتغلوا اليوم على بناء واحد مجموعة ديال المواقف ديال السيارات المغلقة، يعني ومنها عرس المعاش ومنها الكراج ديال البناني كذلك، يعني اللي عطينا فيه الترخيص المبدئي يعني في الأسبوع الماضي كذلك. فإذا في المدينة غيكونوا عندنا مواقف مهمة جدا، يعني كتجاوز 1000 فيما بينهما، يعني الجوج فيما بينهما كتجاوز 1500 مكان لركن السيارات، وهذا سيحل الإشكال ديال المراكب يعني في المدينة القديمة في محيط ديال جامع عفنة بالخصوص. يعني ايضا الامور اللي عندها اهميه وعندها استراتيجيه بالنسبه للمدينه ومهيكله، يعني فيها مواضيع يعني جد مهمه. الموضوع الاول هو ديال النقل الحضري، خاصه ما يتعلق بالحافلات ذات جوده عاليه اللي هي البي اش ان اس، واللي احنا حاولنا في هذه المرحله اللي جينا فيها انه ما نجيبوش حافلات عاديه اللي كتحرك بالمازوت، كتحرك بالبنزين، وبغيناها تكون يعني في مصاف المدن الكبرى اليوم اللي هي يعني حافلات يعني نقول يعني هي صديقة للبيئة، هي الحافلات يعني الكهربائية اللي كتمشى بالكهرباء، وهذا موضوع تقدمنا فيه خطوات، وهذا هو موضوع اللي كان في الجلسة الرابعة اليوم يعني بعد التأسيس، وأننا أشركنا الجهة كذلك في هذا الموضوع، وأن الجهة اليوم كمؤسسة ترابية يعني كبيرة لها صلاحيات كبيرة أيضا،
أشركت معنا في هذه الشركة ديال الملاحية للنقل الحضري يعني بنسبة 35%، وهذا يحفزنا على الإبداع دائما في هذا المجال، وعلى نوفر للناس واحد النقل الحضري في مستوى إن شاء الله ديال مدينة مراكش، وفي مستوى مدينة من هذا الحجم هذا يعني غتكون هي الأولى في المغرب، بل قد تكون هي الأولى في إفريقيا، على مستوى إفريقيا اللي عندها حافلات يعني كهربائية. أكثر من هذا احنا أضفنا إلى هذا الموضوع يعني موضوع آخر، إضافة إلى السيارة وطريقة السيارة ديال آخر اللي ستضمنه الشركة التي سنقتني منها هذه الحافلات، قلنا كذلك واحد المحطة ديال الشمسية ديال إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق يعني عن طريق الألواح الشمسية، وهذا كذلك مشروع مهم جدا ممول من طرف منظمة عالمية اللي غادي نديروه كذلك يعني في مراكش، واللي ربما غينتج يعني ما يكفي باش تحرك ان شاء الله هذه الحافلات. يعني اذا في الافق ديال 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 مؤتمر المناخ غتكون هذه الحافلات ان شاء الله كتحرك في المحور الاول اللي هو محور ديال المسيره بالوكلاء، غتكون ان شاء الله المحور يعني كتحرك فيه هذا النوع ديال الحافلات الكهربائيه. هناك موضوع اخر استراتيجي ومهم وهيكلي بالنسبه لمدينه ديال مراكش، هو الموضوع ديال الاناره العموميه. اليوم كاين واحد الاستهلاك كبير ضخم، ويعني يبلغ حوالي 60 ازيد من 60 الف يعني نقطه ضوئيه اللي كتضوي المدينه، وعندنا فيها حقيقه عندنا فيها اشكالات واختلالات، حيث كتبلغ حوالي يعني النقط الضوئيه اللي كتكون مطفيه هي تقريبا حوالي 20% او 25%، واحد العدد الضخم كيكون طافي، وكنكون عندنا اشكالات في الاحياء ديال الضوء طافي في كل مره. اذا هذا الموضوع خصنا نعالجه، خصنا نوصلوا لواحد المستوى ديال نخدموا فيه خدمه، يعني خدمه في مستوى التطلعات ديال مراكش كمدينه كبيره وكمدينه حضاريه ومدينه سياحيه ومدينه ثقافيه ومدينه عليها الاقبال كثير. فاحنا يعني طالبنا بانه هذه القضيه ديال الاناره العموميه خصها توصل 95% ديال 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 النقط الضوئيه اللي تكون مشعوله دائما وبطريقه وبتقنيات جديده، وهذا اللي خلانا نديروا واحد العرض يعني للشركات الكبرى التي ستدخل معها في هذا الموضوع، وفعلا دخلت درنا واحد العدد الاجراءات. اليوم رحنا يعني واحد الشركه يعني من هذه الشركات هي اللي نزل عليها هذا الاختيار، وهي اللي غادي تشارك معنا، ستشاركنا في هذه الشركه المحليه لتدبير يعني قطاع الاناره العموميه. وحنا كذلك هذا الموضوع يعني ذو اهميه كبرى ومستعجل بالنسبه كذلك المؤتمر المناخ، بحيث غادي نكونوا بدينا وغادي نكونوا وجدنا على الاقل واحد 9000 نقطه ضوئيه الى 10000 نقطه ضوئيه اللي غادي تكون ان شاء الله يعني مهيئه ومشعوله يعني وبلاد يعني بذاك النوع ديال اللد يعني في خاصه في هذه المناطق السياحيه غنبداو بها، اللي ان شاء الله في ظرف 3 سنوات غادي نكونوا عملناها على مراكش كامل. اذا هذه يعني كلها يعني هذه النقطتين الاخيرتين هما حقا يعني مواضيع مهيكله بالنسبه للنقل الحضري وبالنسبه للاناره العموميه، وهذه من المهام ديال الجماعه اللي نطلع بها ونبدع فيها. احنا ان شاء الله ابدعنا فيها واحد الابداع هائل، واللي كل شيء راضي عليه لا صراحه السلطات الولايه ولا السلطات المركزيه وزاره الداخليه، كلهم يعني شجعونا على المضي في هذا الطريق وكيواكبونا فيه يعني باستمرار. فانا كنتمنى ان شاء الله اننا نكونوا كنستجوبوا التطلعات ديال الساكنه ديال مراكش اللي عطاونا الثقه ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونحن رهنا اشارتهم في خدمتهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.